منذ عام 1291 ميلادي عرفت الأديرة السويسرية أطباق الجبن المذاب والتي ذكرت في نصوص العصور الوسطى. كان هذا الطبق يستهلك في البداية من قبل الفلاحين في جبال الألب، كما كان رعاة البقر يضعون الجبن في المساء بجوار نار المخيم لتليينه ثم يقشط على الخبز. تم إثبات ذوبان الجبن أمام النار في فالي منذ عام 1574، وفي عام 1875 استخدم مصطلح راكليتي بشكل شائع لطبق الجبن المذاب. من هنا جاء اسم راكليت، وهي جبنة سويسرية تصنع في كانتون فالي جنوب غرب البلاد. تم إنتاج جبن راكليت في مراعي جبال الألب في العصور الوسطى من قبل القساوسة، وكان لكل قس يصنع هذا الجبن وصفة سرية خاصة به. نقلت وصفة الجبن بالتوريث إلى الأبناء وتطورت على مر العصور مع الحفاظ على سريتها. في عام 2003 حصلت جبنة راكليت دوفالي على تسمية المنشأ المحمية AOB من قبل الحكومة السويسرية. تصنع جبنة راكليت دوفالي من حليب بقر هيرنز، وهي سلالة تربى حصريا في فالي. بعد وصول الحليب إلى المصنع يوضع في وعاء ويسخن الحليب إلى 32 درجة مئوية، ثم تضاف المنفح والبكتيريا ليبدأ تخثر الحليب. أثناء عملية التخثر يتم تقليب الخثارة باستخدام آلة لتقطيعها إلى حبيبات صغيرة. يتم إزالة حبات الخثارة وفصلها عن مصل اللبن وضغطها في قوالب، ثم توضع في حمام محلول ملحي لمدة يوم كامل. تنضج جبنة راكليت في أقبية لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر عند درجة الحرارة المثلى من 10 إلى 12 درجة مئوية. خلال فترة النضوج يتم رعاية الجبن، وذلك بفركه بالماء والملح لحمايته من العفن، وهذا ما يعطي جبنة راكليت رائحتها وطعمها المميز. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وانتظار الحلقة القادمة، وبنفس الموعد.